هلا مساء الخير يا هلا هلا الله حي تفضل يا ابو ناصر. الشيخ مشفر ابن وقيان القحطاني. نعم عشت العافيه، حالك طيب، الله يصحتك، طول عمرك، يلا حير، يا هلا مرحبا، مرحبا، يا هلا يا هلا يا هلا بالشيخ بن الخال، يا هلا يا حي. والشيخ الفاس الخالدي يا هلا ويا مرحبا يا حي. تفضل. ابن مجد الخالي. السلام عليكم. مرحبا
هذا بندر انور الاسم هذا احمد الخريصي هذا ابن عمنا اسعدي شلونك يا ابو هلا يا هلا الله حيها يا هلا يا هلا صاحب الشرعة القحطاني معروف
شلون جيران؟ بدر شزيد البقعاوي. السلام عليكم. فهد عبد العزيز العود البقعاوي. شاعر عبد الله نور الأسعد مدرج الله حيه عمي شويقي
شلونك ام الاسعدي؟ سلام. سهل الواشد. عبد الله مسعود زبيد. شلونك سهل الواشد؟ سهل الواشد. السلام عليكم. يا مرحبا يا هلا. السلام عليكم يا هلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، أرحب عائلة القبلان من الأساعدة خاصة والأساعدة عامة بالحضور الكرام على شرف العقيد سلمان غازي العتيبي، ونرحب باللواء مسجد العتيبي، ونرحب برجل الأعمال كميح عساف العصيمي، ونرحب بجميع شيوخ القبائل، ونرحب بمن تعدى من خارج المنطقة لحضور هذا الحفل الكريم. كلمة مع الأخ راشد القبلان، كلمة ترحيبية. السلام عليكم، مساكم الله بالخير، وكل باسمه والله يحييكم، الله يحييكم، الله يحيي من جاء حفلنا، الله يحييكم. كلمة الحفل يلقيها الأخ يوسف بن قبلان الأسعدي. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. يا هلا ومرحبا بالجميع وكل القبائل من شماله الشرقه الغربه، يا هلا ومرحبا عزيزين وغالين والبني عمي، يا مرحبا ومسهلا أبها للعقيق سلمان واللواء مزيد والربع كلها، يا هلا ومرحبا. للشعر واقع في النفس، والشعراء يتقدمهم الأخ نايل الرباح الأسعدي من أهل مقعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مسيكم بالخير جميع. بسم الله الرحمن رب ثقلين، واللي بداب الله تغله وكيله، ومن بعدها يا مرحبا بالعزيزين ترحيب ما فيه والله مثيله، ترحيبة فيها الوفاء للوفيين، واهل الجزارة تستحق الجزيرة، يا مرحبا واهلين واهلين واهلين، اعداد براقنا بعرض المخيلة. اليوم كنا عيد ثالث العيدين، يوم جمعنا مع زحول القبيلة، ربعي هل الوقفات أولها الحين، اعتقت الهيلة فعوله مهيلة، كسرت المعروف. ربعي هل الوقفات أولها الحين، اعتقت الهيلة فعوله مهيلة، كسرت المعروف. قضيت الدين أفعالها ما يتعدد حصيلة، الله يجمعنا على العز والدين في ظل دولة الأسنين الطويلة. سلامتكم. صح إنسان الشاعر. والآن مع سفير شعراء الحجاز الشاعر الكبير غويزي بن عريمن الأسعدي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حي الله الجميع في محل الجميع، ونشكر أخواننا يوسف القبلان وراشد القبلان على كرم الضيافة وحسن الاستقبال. أبيات وبعدها قصيدة. يقول علي الله يا رب العباد معلم الإنسان، بما لا يعلم فالأرض مشرقها ومغربها، بتوفقني لمرضاتك وفعلا يخزي الشيطان، وجملني مع اهل الطيب حاضرها وغايبها. انا جابتني النخوه ودعوه يوسف القبلان وراشد والرجال اللي عريبات مناسبها، اساعدت السعد ربعي ودرعي حربته العتبان، اللي جت المواقف ما تقصر في مواجبها. هلا يا مرحبا ترحيب تنتظفي على الضيفان، هلا يا مرحبا ترحيب تنتظفي على الضيفان، بحفل الليل كسب الطيبة تتعب ركايبها، باسم من وجه الدعوة واسم من شرع البيبان، عدد ما لفت الساعة وما لفت عقاربها. صح أبيات. واحد يعزمني في حفل وقلت ربعي لساعدة عندهم حفل، قال لا لازم تجيني، قلت أنا معزوم عند ربعي ولي ما أقف معهم. فقول هات القلم ما عندنا علم نخفيه، اليوم ماني في القصيدة همسمي، حالي ومالي الأقرب الناس حاسيه، اللي غلاهم في الفواد امتنمي، أبوي وصاني وجدي وموصيه، وصيت انعاصب عليها مع عمي، يلي تشرف خل عنك المشاريه، اقصر كلامك خل مدحي وذمي، يلي تشرف خل عنك المشاريه، اقصر كلامك خل مدحي وذمي، انا سعدي ما قفه ما يخليه تقدير ربعي مع شرايين دمي، ابكى تعذر وارفع الصوت وارخيه، اباك تقنع واثر كمرنا مطمي، ان كان سمعك عالي الصوت
يوحي ماني بلا يمك ولا انتهى بيمي كم واحد مثلك نعزه ونغليه ويحول من دون المهم ألا همي رفيت للطيب لزوم هم بديه والله ما جيدك واترك عيال عمي سلامتك صح لسان الشاعر الكبير أويس بن عريمة الأسعدي تعنى من الحجاز لحضور هذا الحفل والآن مع الشاعر أو فن شعر الحجاز مع الشاعر الكبير عبد الله ابن نور الأسعدي فليتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميع وحياكم الله عند من حيوبكم ونشكر أهل المقام على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وحفاوة الترحيب والله غريبة العلامة المشاركة أقول فيها من ديار كل راعي دين يستقبلها وسطها قبلة هل التوحيد وأهل الطاعة دير من هو وصل ربي يبى يصلها حبها مطبوع في وسط القلوب إطباعها افتخر له قلت أنا من ناسها وأهلها ثم قف في حفل ربعي مثل برجة الساعة جيتكم يا أهل الجبيل اللي محد يجهلها دار طيب ودار نفطية ودار صناعة يا سلامي عد قيبان الشعر واجزلها من قصايد شاعر ما هو يجف ابداع ثم رحب عد برق المزنة ووابلها كل ما يمطل بنجد وكدو مرباع مرحبا في حلة اللي حلته يدهلها روس قوم صيتها بالطيب كلنا ذاعه عند قضايا اللزوم اللي يقول ازهالها لو سيوف القوم دون اللازمة بتاعه والفعول الطيبة ذا الحين ما يفعلها غير رجال مثل يوسف طويل ذراعها الصعاب يا نصده يقول يا مسهلها فاللزوم يكون مثل الحرة في مطلاعه تفتخر به ديرته واللابه نجملها حافظ المبداه لو شان الدهر ما باعه حي راس اللي لجات الميله يعدلها راشد اللي يزبنه من هو زمانه لاعه والنعم مكسب وقولة نعمة يستاهلها يوسف وراشد وكل ضيوفهم فالقاعه اجمع رؤوس رجاله للوفا باكملها من قبائل مملكتنا اللي ما هي من باعه دام عز المملكه وامانها وعاهلها والقبائل صف ضد خصامنا الطماعه وسلامتكم نرحب بالعميد زاحم الدلبكي نشكر الشاعر الكبير عبد الله نور الأسعدي من أهل جدة الذي تعنى من منطقة مكة المكرمة لحضور هذا الحفل الآن مع الشاعر أنور جار الله البقعاوي السلام عليكم بالخير حي الله الجميع اهلا هلا باللي لفونا مجيبين لفوا علينا الطيبين الكرامي يا مرحبا عد نجوم المعلين وعداد ما هلت مزون الغمامي انتم حشام وفوق سحبه رفيعين ومجلاسكم دايم بعال السلامي والله لو اني وراه سور برلين البوصلة تشر الجمع الحشامي في ظل أخو نورة نبوج الميادين مخضع الفرس الخساس الآمي وصلوا على اللي بيّن الحق والدين المصطفى اللي كامل بالتمامي سلامتكم
صح لسان الشاعر أنوار البقعاوي. نرحب برجل الأعمال كميخ العصيبي والآن مع الشاعر فيصل الشيباني فليتفضل. أن ترون نمون على الشاعر فيصل الشيباني مخلين قصيدته آخر قصيدة ترحيبية بكم من معزة الله. الله يعزك عند مولاك أنت ومن يسمع. أنا ودنا لين ينتهي سلام الربع. مساكم الله بالخير جميعا. اول شيء نرحب بالجميع في محل الجميع، والله يحيي اللي جاء من بعيد واللي جاء من قريب في محل ربعنا والريجيل الكفو. اقول من ساحل الدمام جايا علشان امثل اهل الحفل واللي دعاني الدعوه اللي من بني عم واخوان اجيلها ما اقول ظرفي احداني. يا مرحبا ترحيب تن الشان هاشان باللي حضر بالحفل قاسي وداني على الشحم والعود ودلال رسلان مبهره بالهيل والزعفراني. انيابتن عن كل طيب وديقان قدمت بالترحيب مرضى الهواني باسم فهد باسم فهد ابن سليمان وراشد بن قبلان النسل الحصاني واخوه يوسف راعي الطيب والشان من روس قومن يكرمون العواني. يا ساعده ركبه والخيل فرساني يا ثنون لا حزردي والجباني بقعه واهلها مدلهت كل برشان اهل كرم اهل كرم واهل وفا من زماني واهل رماح يوم روغات الاذهان تنفرقت جمع عيان بياني. روس انت روس الروس في كل ميدان لاثار عجل خيل والشرحاني من دون قاصر في الجبايل او نقصان مهضم حقوق الناس والعمر فاني. قبايل يوم الجهل فعلهم بان واليوم كل له مقر ومكاني واخوان في نعمه وخيرات وامان بعد الجهل كل القبايل اخواني في ظل قادتنا محمد وسلمان الجدي والثاني سهيل اليماني وختامها صلوا على نسل عدنان اعداد من زار الحرم فرمضاني وسلامتكم. نشكر الشاعر فيصل الشيباني والان مع الشاعر تركي العريدي فليتفضل. تفضل يا ابو حمود. تركي Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. أنا الحقيقة ما سويت المناسبة هني جت كذا ولكن إن شاء الله بنشارك مع رب العالمين اللي الله يقدرنا عليه واللي يجملنا إن شاء الله قدام. يقول طال عمرك هات القلم ترى هات القلم واكتب ترى خاطري راك اكتب وانا بمليك عذب القريحه لا تلحق الدنيا حسافات ورهاك هات القلم واكتب ترى خاطري راك اكتب وانا بمليك عذب القريحه لا تلحق الدنيا حسافات ورهاك ما فيه نفس بالزمن مستريحه يوم انها بمزارق الطيب ووهاك الحمد لله كاسبين المديحه يوم رجعت ما بين خاين وبواق يشبع بها المترديه والنطيحه والرفقه اللي ما توثق بميثاق لابد عقب ايام تصبح جريحه نشوف عن رفقه رديين الاعماق خوانه الرفقه وجيه القبيحه جحاته المعروف شذابه الساق سودا وجيه مكذبين الصحيحه ونتعب على رفقه كريمين الاعراق حمايه الرفقه وجيه فليحه اهل سلوم مدلها الصدر من ضاق اهل سلوم مدلها الصدر من ضاق واهل العلوم الطيبه والمليحه شر من يسمع اهل سلوم مدلها الصدر من ضاق واهل العلوم الطيبه والمليحه وترى حلات الرجل في طيب الاخلاق ويمنن على المدات ما هي شحيحه وترى حلات الرجل للطيب سباق يتعب على الجزله وهبات ريحه شربت من فنجان الايام ترياك حتى عرفت المخطيه والصحيحه ما فيه ليله الا وقى فيها الاشراق ولا فيه صبح الا وليله يزيحه واللي على صفقات الايام ما فاق تسفي عليها السافية في مطيحة للبكر هقوات لها القلب ينساك وكم هقوة للعسر صارت ذبيحة طول الرجا دايم للأعمار سراك وانسج بفجوج الحياة الفسيحة والحر ما يرضى حياته تصل فاك يشلع عن انياب الظروف الكليحة والعمر غالي لكن الموت عواك لابد يوم يقرب يبيحه وخلك مع النمام في وضع الاغلاق ما كان في صدرك رسال وشريحه اللي يغذرب صاف يلمى بالاعماق كم عرض حر بالقفا يستبيحه جعله يعلق في لسانه بمعلاق اللي غدا للناس مثل النحيحه حتى يطيح العج من ضوء حلافات ويركد شراب الماء ويصري قريحة وسلامتكم وسامحونا على السوق نشكر الشاعر تركي الهريدي الآن كلمة مجلس الأساعدة يلقيها الأستاذ غازي البقعاوي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مساكم الله بالخير طبعا مجلس الإساعدة والتواصل يحرص على أن يتواجد في المناسبات مناسبات الإساعدة وبهذه المناسبة شوف طبعا ربعنا من عتيبة ومن شمر ومن القبائل الثانية والله يحييهم فطبعا احنا يا اهل بقعه محظوظين بين شمر وبين عتيبه فبين ذبحت الحايل وبين الطنايا سبيلنا الصحون وصيحنا الطعون والحمد لله والشكر يعني ديرتنا صار فيها في العهد السعودي قبائل ودخلت فيها كثير من القبائل غير عدا اصحابنا واصدقائنا من جميع القبائل اللي طبعا الحمد لله والشكر جسدنا فيها روح الوحده والتآخي والتعاون بالبر والتقوى وحتى يعني عيالنا ما شاء الله يعني كل يوم
مسير عليها واحد من احدى القبائل من اخوياهم من العائلات. والان فيها حسين اليامي عنده بيتين. تعال يا حسين، بيتين شعر من اصدقاء العيال، بتفضل. فالحمد لله والشكر، الجمعات هذه لها تاثيرها الايجابي على العائلات وعلى الشباب وعلى الناس، يعني مختلف القبائل. انا حقيقه صوتي تعبان شوي، لكن الحمد لله نشكر اول شيء الاخ راشد القبلان ويوسف على الجمع المبارك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعطنا قصيدتك يا حسين. حسين بن عوض. مساكم الله بالخير جميعا. اول شيء الربع البيتين دي والله العظيم لو اقول ما اقول، مدح في عتيبه ما حد بيوصل مواصيل عتيبه. يقول طال عمركم الكرم والوفاء والطيب والخوة، بيرق العتابة دائما عاني. يا ابن قبلان حفلك شايع الضوء، يا هلا الطلاة دربين الأيماني. سلامتك. أنا جاي مع رفيقي ناصر بن فالح القحطاني ونعيد مرة ثانية، المدح في عتيبة والله ما حد يقدر يمدحه. صح لسانك وفيت عن قصيدة، ونشكرك على مشاعرك. هذا الأخ طبعا ماجد السكران الغازي. مرحبا ومسهلا أخونا الشيخ فهد البرعيد والعميد فريح الشمري ولد عمي عبد الله سعود القنون والشاعر الحي الوهبي. يا هلا مرحبا ومسهلا على شباب الرسول. حقيقة أنا أشكر الشاعر، أشكر الشاعر اليومي بمدحه العتيبة وقته بنفس الوقت كأنه والله ما أدري شمرة. فأنا أهدي هذا البشت والله يستاهل 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 يستاهل. طبعا ما هي غريبة على حفيد معشر الذيب ماجد بن سكران الغازي، هذا طبعا أبوه من شيوخ شمر شيخ عبده بشمال الجزيرة. والأفعال هذه بالحقيقة لها وقعها ولها المردود المعنوي، فمشكور يا أخوي ماجد الله يسلمك. نشكر الأخ والشاعر اليامي بيض الله وجهه. والآن مع الشاعر الحيل الوهبي الشمري فليتفضل. السلام عليكم. مساكم الله بالخير. يا عتيبة وش بقى بالعمر من دون العزاوة؟ يا عتيبة وش بقى بالعمر من دون العزاوة؟ والله الناس وش خلقه من غلاكم يا عتيبة؟ يا عتيبة والله اللي جيتكم طيب وطناوي الطبخ راس الشمالي من وفى العتبان هيك. سندوها للثريا وحدروها لكل راب من جهل بلابه اللي تتعبك من قوطين. يا عتيبه من تمادى بالكرم والنجم ها يوم ذبحت السميله يوم حطوها ضريبه. يا كبار ما تصقر لحك ما قرب المنام، تضرب الدنيا وتضيق السبع راضي وتعذيبه. يا مبيحت الخوافي يا بعيدين الهقاوي يا دروع اللي تعثر ما لقى فزعة قريبة. يا سما نجد الوسيعة يا مزبنت الجلاوي يا مسوقت الصعيبة مثل ما تساق النجيبة. يا مقاديم الحمية لحمت نار البلاوي يا قلوب الطيب للي ما لقى
الجرحى طبيبة كان للشعر المسمى ينسب الطرق الرهاوي والله إن كان تعدى عن شواربكم عين. كان للشعر المسمى ينسب الطرق الرهاوي والله إن كان تعدى عن شواربكم عين. ما اجتمعتوا واستهليتوا يا هلا للحكام، فعلكم فاق المراجل طيب ولا بالغصيب؟ انتم الفعل المسمى لا دع العرق الحماوي، والله ان هذا الصحيح اللي تجمعته مصيبه. تبطشون اللي زعلتوا والوجع ما لهم داوي، وان تسامحتوا تجون الطف من شعور الحبيب، والله ان بعض المواقف ما تبل جنب الحياه، والله ان بعض المواقف سترها في شق جيعه. لا صملتوا تذهبون الناس بالعلم الرهاوي، وان بغيتوا تاخذون الدين بدمع عيون دين. يا عتيبه لطمه العايل مثل شرب القهاوي، ويا عتيبه ذبحه الحايل مثل اكل الزبيب. ارتكوا للمجد وزوا دامكم نجم سماوي، لو تلج اصوات منهم تخفي التاريخ غيبه، علقوها في جبين المجد والصرح اللواوي. كل هقون لا بغاها راس العتيبي يجيبه، ما تبرمج سجه المطلوخ بقلي الرجاوي، لا قنب ذيب المساري جاوب المسرى قنيبه. والله النجد العذيه غلفت جوري وجاب في كنف مشت الكرامه يوم للدنيا طليبه. والله ان الصيت عامر فالدواير والدعاوي، لازم لنا من مغثة واحد عفن مصيبة. والله ان اول ما يطري لغدا للعلم زاوي، ننشد اصحاب الدواير ما بقى احد من عتيبة. سلام صح لسان الشاعر الكبير الحي الوهبي الشمري، ولا عليكم زود يا شمر، شمر الكرم شمر السناعيس والطنايا والغلبة، ولكم المجد أول وتالي. الآن مع الشاعر فيصل الشيباني فليتفضل. يا الربع بعض القصايد، اضطري بعض القصايد على انا و سمر ونعم كل القبائل ونعم والمملكه كلها، كل قبائلها طيبه. ولكن في يوم من الايام في رجال واجهني في مجلس وهو جاي مع معرفته لي ونشدني، قال انت من اي القبائل؟ قلت ما دامك جاي مع رجالني يعرفني ماني بمعلمك، ابرسل عليك بكره رجالني يعلمك. قال يوم ما حصل لك علم واقول انت تنشدني من ايات القبائل، والقبائل كل طيب يفعلونه، في ذرة حكامنا والشك زايل، هاك علمي كان ودك تاخذونه. من نشدني قلت له والراس طايل، من عتابه ما رد العلم دونه، ربعي العتبان ذربين الفعايل، الخوي والجار حنا ما نخونه، والنصانة واحد يونس ملايل، جاير وقته وزايد تنغبونه، ننثني دونه على وضح القوايل، ما نخيب هكبته والحول دونه، لا بتي عتبان تلطم كل عايل، والصراحة مجدهم ما تجهلونه، لا اختلط قبل رمك والدم سايل، كل ميزان يحط يرجحونه، نذبح في الريس ونسوى الهوايل، كم وكم راس حذف ممتونه، عقب اللي مال منطوقه دلايل، وعقب اللي في الصحيح يكذبونه، لا بتي وافين في كل الخصايل، من نصاهم في لزوم يسنعونه، يعشقون الطيب وفعول الجمايل، مثل نوى الغيث لهلة تمزونه، وصفهم بين القبائل شي هايل، مثل ضلع طويق في شكله ولونه، والسطر والطيب في كل الحمايل، ما نهض محقوق ناس يجدونه، والسطر والطيب في كل الحمايل، ما نهض محقوق ناس يجدونه، ما الربعي مجدهم ما هو بزايد، كل صعب في الحياه يحقونه، وسلامتكم، والمملكه كلها كفو.
لا من حكام ولا من شعب، والقبائل كل فيها حقه. واليامي هوية خويه القحطاني هذا طلع لك من كلهم من قبائل العزيزه. واليامي ذكرني بقصيده في بني عمه والموضوع يخص القحطاني ويامي. مفلح ابن خالد المسردي القحطاني شرى له جعود ب100,000 دين مده سنه، شراه من اليامي سالم بن جروان، ويوم جابه وحطه في عزبته واصبح للقعود ميت. دار اليامي وحلف عن 100,000 وقال حلالي مات في مراحي. قال انا علمتك ما والله يجيني ريال. بني عمه سالم بن جروان منهم عوض بن دراعه ومنهم محمد بن سريج ومنهم عوض بن ظافر كلن يقول ابشر بالعوض بخو قعودك. القعود سلالته طيبه على الوافي، والوافي اساسه من بن قروش العجمي ومعروف وكلن يبي منه قطعه. و جاء يوم من الايام قعدوا يصورون اليامي جاب قناة الصحراء وعزم معارفه على مستوى الخليج وربعها النجرة يصورون البعير وسلالته، وعزموني وعزموا القحطاني. القحطاني جاني وقال يا ابو هايل ابالي قصيده اقلطها على الريجي. معروفهم في مهو بسيط. واقول قلت يا مفلح تبالك بيوت النادرات احتزم بي وابشر واسمعوا قافيته من بخل في فزعته معك جعله بالممات يفقدونه والديه قبل ذريته. من بخل في فزعته معك جعله بالممات يفقدونه والديه قبل ذريته. تستحق المدح والمدح لا يقلدهات كل طيب ما تمل العرب شخصيته. انت يا مفلح فخر للعواني والرواد الكرم والطيب راسك لبس طاقيته. من مسار الفخر والسيوف المرهفات روسك ومن كل واحد تظل الفيته. اقحطان اللي لهم في العصور الماضيات فعل ما يمحاه ماحي على داريته. والامور تصير واللي حصل بالبينات ما كتب ربي يجي لو تجنب جيلته. القعود اللي موصل على الوافي ثبات قيمته هيب قيمة فيته. فالمزاين ياخذ النربوم الاولاد ما خسر من حق مثله على ملكيته. اشتراها المسردي للبكار الكايفات ما دفع من قيمته والسداد بنيته. اشتراها المسردي للبكار الكايفات ما دفع من قيمته والسداد بنيته. يوم جابه واصبح الصبح في مفلاه مات الله اللي خالده واخذ ماشيته. يوم جابه واصبح الصبح في مفلاه مات الله اللي خالده واخذ ماشيته. دار عنها العلم لأهل العلوم الغانمات العلوم العاجلة جات من باديته. وحلفوا عن قيمته كاسبين الطائلات راعي الجزمة ترى الطيبة ماريته. سالم اللي بالمراجل دروبه معجزات لضيوا في برك الحشو في صينيته. ابن جروان ارتكال المور الكايدات مثل نوال غيث لا صدقت واسميته. وابن ظافر في المراجل رقب النايفات علي في راس الهرم باسط زوليته. ومحمد بن سريج مثل الجبل المعدلات مثل ضلع النايف متعب برقيته. وابن عمه راعي الطيف في كل الصفات مدت التقن الفقاره طبع عنيده. قال يبشر بالعوض من سلوم طيبات عاده الطيب تجي وافيه هديته. الهدايا واصله واصله وموفرات جمل الله حال من قدمت عطيته. يا عوض تستاهل المدح دون مجاملات انت يا ابن قريع هالطيب في عضويته. من سلايا اليام ستر البنات المترفات كل يامي في المواقف فخر جنبيته. لا ركبت فوق دب المهر المسرجات كل راعي ذو تجنب وخل رعيته. والسموحه كان قصرت في شيء وفات كل شاعر ما يبى يفتقد شعبيته. العتيب يوم جت هالعلوم من فصلات قال من يبخل بشعره بخل جاهيته. العتيب يوم جت هالعلوم من فصلات قال من يبخل بشعره بخل جاهيته. ربعي العتبان وافعال ربعي شامخات اشتى التاريخ تلقى العلوم مطيته. بسلامتكم. صح بدنك الزلامي يقول رشيد الزلامي الله يرحمه يقول يا صاحبي درب العلا عسر بالحيل دونه مسافه جر هديه وجرده قدمك العتفان الشوارب مداهيل قطعت الفرجه على كل سرده. ان كان
ما تقدر تروح الله يجي العود وتلقى واحدة من الوردة. وأنا معجبتني القصيدة هذه ودي إني مجاريها على نفس القافية، ولكن أقول يا صاحبي خلك على الطيب سباك، خلك مميز بين كل الخلائق، ترى الردي لو يفعل الطيب مراد الطيب يبغى له دليل ووثائق، وترى عمود الدين ترى عمود الطيب دينك والأخلاق، والباقيات مكملة للحقائق، وقف وعاين وش كتب لك بالأوراق قدام لا تطبق عليك الطبايق، ترى الندم لالتفت الساق بالساق ما عاد ينفع وانت صرت متضايق. وسلامتك. فيه قصيدة يا الربع مطلوبة مني طلبها رجال قبل شوي، والقصيدة بيني وبين سيارة، سيارتي شريتها من الوكالة وما علموني الوكالة ان الموتر شاعل، وعدم ما اخذت انا وياك كم مشوار غنيت هاك اليوم، يوم اخذت شوي ليوم رد علي اقول يا موتري لا تضايق يوم سريتك في شفوض حنت رازم والمطر طاحي، انت خويي وانا للبعض ضريتك بقل على لازمي مسرى ومسراحي، كم مرت مع فجوج البر سجيت قدام يدن وقدم الصبح ينباحي، مواصفاتك نوادر يوم راعيتك مصمم للصحاري زر وجناحي، فيك البريم يتميز واشتهر صيد اضعت سعرها في السوق ما طاحي، في شف نفسي شريتك ما تغليت ما تغليت ما ردني عنك من يسعر الارباحي، وفي لازم الوضح يلفك صار رديت وضحن تزرف اليمن نص بيصاحي، وضحن على شان هي الجيب ضويتك لا تحسب ان السوالف ضحك ومزاحي، اخذت شوي لي والله يوم غنى قال ما دام هذا كلامك وحتك ام بيتك دقر الموتات في يمناك مفتاحي، الحظ طيب وانا معك تمنيت ما احب شخص يشرعني ويرتاحي، حقك علي العتيبي كم مرضيت تفجر الخرابايتي هو قمة افراحي، كم مرت في عروق الحمر رقيتك وكم مرت في الجراس باب مشواحي، وكم مرت مع طريق المدن وديتك يا بعد ممساي لا يبعد مصباحي، وبين الورش والهنود السود موذيتك ما اخذت مشوار تنشد وين الاصراحي، ارتحت لك يا العتيبي يوم خويتك عشاق برا نحب البرق الالاحي. وسلامتك. نشكر الشاعر فيصل الشيباني، نشكر جميع الشعراء المشاركين في هذا الحفل الكريم، والآن مع العرضة النجدية. من ذي
الوطن لو حق علينا طائر كثير والله يحمل جنودنا ان شاء الله بالحد الجنوبي ينصر. من لا يقدر جيرة اخوان نور، من لا يقدر جيرة اخوان نوره اقل حاجة لا يكثر كلام، لان الضرورة لا دعت للضرورة. يبي يعرف شلون الجمع الجامع، بالفعل نحضر فعل ونجيه صور للدين من قبل الوطن والكرامة. ستاي من وقت الملاقى جسور الأثار عجود لهمة عساه. جيش الوطن ما عاد يملك شعور، لا صوت القايد وصرح بهام، ثم اختلط حب الوطن مع حضوره، هنا تبين في عرقس الزعام. من لا عرف معنى صرام وغيور، لنا على الحد الجنوبي علام، واللي يبينا لا يخفي ظهور، ان كان به شده يبين مقام. الله خلقنا للوطن دون سور، انغوص العيون بغبة الظلام، والمملكة تبقى شموخ معمور، ما هزها راس الثعل والنعام، لأن الوطن سيس على يدي صبور. بالدين والمبدأ وعقل وفهام، وعزوه من تملك قلوب طهورة، ما عاشت بحيله وكثر الغشام. سلاحنا التوحيد ما هي بثورة، اليد وحدة والمشاعر غمام، ومن حدث نفسه بلفها ودورة قدامها لملح على كلها. الشعب واحد بالقسامة حضور، مع سرورة متكاتبين عز طيب وشهامة. حب الوطن ما هو سوالف وصور، حب الوطن بقصى العروق انقسامة، بالمختصر من غير راي ومشورة. راس السعودي ما يهين الكرامة، تحت الله وثم مع اخوان نورة، حنا سلمان الصعايب احسن. سلام عليكم. ايش ما ادري هيض هالشيبان عندنا هنا، عطها الشيبان غزلية. يقول لا صار بالمجلس تعاليل ورجال، لا صار بالمجلس تعاليل ورجال، وعلوم اصفى من رذاذة الهماليل. لا تلحقك شرها علشان جوال، ولا ينحني راسك عشان المراسيل. لا صار بالمجلس تعاليل ورجال، وعلوم اصفى من رذاذة الهماليل. لا تلحقك شرها علشان جوال، ولا ينحني راسك عشان المراسيل. ما تنفعك قالوا ولا ينفعك قالوا، كبك من اللي تفرح بقالوا وقيل، والمجلس اللي فيه للهرج نقار، عنه اكسر الخطوه لا تخسر رجاجيل. والمجلس اللي فيه للهرج نقار، عنه اكسر الخطوه لا تخسر رجاجيل. وخلك على وضح النقاطيب وافعال، وخل الكلام اللي بلي محاصيل، وخلك على زلات الاصحاب حمال، ما هو على دنا شيء بل خاطر تشيل، وان جاك من يرخاك متضايق البال قل ابشر، ان كانت دعاوي تساهيل، واخوك لو انه على حاجتك عال، لا تضيق منه ولا تكشر ولا تعيل، لانه مهما صار في كل الاحوال ما غيره اللي يقف حتى كل وين. واخوك لو انه على حاجتك عال، لا تضيق منه ولا تكشر ولا تعيب، لأنه مهما صار في كل الأحوال ما غيره اللي يقف لحدك الويل، لأنه مهما صار في كل الأحوال ما غيره اللي يقف لحدك الويل. والوقت هذا يبغى متن للكوت شيال، ما هو بحاجة متن هزة
المواويل والوقت هذا لو كثر فيها الاخبار سايمنع العالم ولا تزود الميل. دام السياسه تفرض لا تفرض الحال، قال لك ما تفهم بعض الاحيان واخطي. دام سياسه وقت لا تفرض الحال، قال لك ما تفهم بعض الاحيان واخطيت. لو شفت كل النظام يفعل ويحتال ويقول انا مع العطر والمشاكين ابو سوال المواقف الابطال بالوافي وكافي يا راع المعاميل. دام النعم بالقول ما كلف ريال عطى ثلاث انعام لا تبخس البيت. وابو سواله مواقيف الابطال قل وافي. لا شفت كل قام يفعل ويحتال ويقول انا راع العقار والمشاكين. وابوي سواله مواقيف الابطال قل كافي ووافي يا راع المعاميل. دام النعم بالقول ما كلف ريال عطى ثلاث انعام لا تبخس الخيل. ودام الزمن في عجبك ما لها جال وش لك على قول البدو بالتفاصيل. الخوه اللي من وراها غذر بال عنها اقفل الجوال دون المواصيل. واحرص على اللي لا دعا واجبك شاء عنك الحمول مبينت قوه الحيل. هذا اللي لا قال سوى لي هذا واحد يسوى في عيونك رجاجه. سلام انت حلفت على المشت مش والله ما اسمه والله والله على بالحرام. شفت طلقت عنه مشوي انا الحين والله تلبس والله حرام طلقت مشوي على الاول والتالي طلع عمرك انت ما يحتاج هل الناس قالوا هذول الله يكسر بالوزير ضعين الحيش. تفضل يا بيت لك صاحب والله ما ندري عشرة خلاص القصيد واجب واحيانا الواحد ما يدري وش اللي يختاره ولكن انتم اكيد تحبون البلد ولا لا؟ تحبون البلد؟ لا بنجيكم قصايد البلد وعقب انا بنختمها لكم بوطنية على راحتك لو تبين اطلع عمرك لحول هالليلة هنية هنية. يهرب هو بس احنا مغنيين نهرب بعد طيب 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 قلب طيب. الروح الربع على حدود العراق ومر في بطن العراق وليجاء الصيف الروح للجنوب والروح لحدود اليمن واخذت لي كم سنه وانا في وادي العجمان اقيض وشتي لجر الربيع اروح الشمال واللي رحت الشمال واجهوني هالنجد وهنا الجنوب من كل القبائل ويعرفون اني بدوي وابوي بدوي وهنا فاعل من يوم خلتنا ولكن بعض الناس وده يحمي حصات الثاني يقول يقولون انت وش اللي مجلس بتاعنا قريبت من السيف ولا ما تروح للجنوب والنجد انت ما انت براعي باعر يعني فيك ما يخطيك. عام 34 جاء صيف طيب في الجنوب ودق علي رجال وقال يا فلان لا تجلس الربع انت خبرهم يقولون ما انت براعي باعر هم يعرفون تاريخ وتاريخ جدانك لازم تخليهم يشوفونك السنه هذه. واقول يا اهل الدبش ومتابعين القنوات جاتكم مغاتير العتيبي شرايين وضحنا وشعل الول مطارق علامات خلف الهلال اللي لها الخد شايل وقوارب مرق ورؤوس كبيرات اطوال رقاب مجملات المثايل حرش وبرهن والعراقيب هزعات وظهورها قب سوات النثايل اعظامها جلاله ولها قصيرات فج انحور وفي سماها تخايل النجربة تاخذ على الهض جولات والنشمة تفهد جبانين حايل النجربة تاخذ على الهض جولات والنشمة تفهد جبانين حايل نرعاب هدر الخطر والمخافات ما ردنا عنها سموم وقوايل قلب لها في مهجه القلب بصمات حب وغلا ثابت وله بزايل حنا هل قلب من عصور قديمات العلم ثابت ما يبي له دلايل من دونها نثني بشلف سنينات
يا مال الضمن دونها كل عايل كم شيخ قوم من عندها فالوضع ما تصحن على هم نقضات الجدايل واليوم في نعمة ومانة وخيرات الحمد لله عد ما قال قايل المملكة ما بين شعب وحكومات رجالهم يموت يابس بلايل واخوان في الدنيا وفي الدين بالذات قبيلة الوحدة ولو هي قبائل تحت شعار اهل الكرم والمروات ابن سعود اللي على المجد قايل وسلامتكم. الثانية ذكرت فيها شديد ال أنا كنت بين أبرق الكبريت وبين عقب الكويت يوم أني سندت واللي حولي بعضهم شال حملها على تريلات وأنا قلت ماني بمحملها هذه سفنة الصحراء ما تزين ولا تزين راعيها ألا اليمنها مشت من حد لحد ما هو بتشال على دنات ومكرت انت تشيلها ومكرت انت تنزلها محمد بن طلق الحمادي. ونعم. واقول سلامي على اهل الطين وهوب للرديان ابطرب مسامع من سمع قاسي وداني وبكحل بهاللي فيه ريبه بعض الاحيان رفيق شهر وشهور من ضمن عدواني وبكحل بهالحاسد وبكحل بهالعدوان وبنحت على الصم الصخر قول شيباني وبشرح شديد البل على اهل الظفر من شان تدور السوالف بين نهر جنسماني تقافوا جنوب اهل الدب الشم خشم دقان وانا من ورا الكبريت تو الخبر جاني وركبت الجديد اللي مصمم من اليابان على هالعلامه قوس يا داني يا داني وسقت جنوب الليل عديت هالوديان جنوب من الفرشه على شف رضعاني واخذنا يمين مع السهل لين عرق هبان وبانت جبال احدى على المنسب الثاني ولقانا رطيب يدز الفيسر الثدران بوسط العبال اللي لها القلب والهاني ورجعنا الوضح واسمها شاهد الزرعان وشعل تقول انها الذهب وسط دكاني وناديت للسايق وناديت للعيان وقلت ارفعوا حيلانها لا تباطاني ودق اللبيد وخلها تطوي الخدان مقهورها لا ينطلت منك يا فلاني نبهت الشق الحزم ولا حصى الصمام علشان ما تلحق مشاري الصدقاني وليلة عشر وهي ورم زاير العتبان نزلنا صلاة العصر قبل المسياني وتقريب سبع أيام وهي ورا صدعان شبع من الشرشر معنا بتالباني رعينا الحزم فو النبات على ما كان عسى ينهم الفوضه من الوسم والداني وخذنا وشدانا قبل تدفع الديدان على العبر هاللي نبتها يبهج عياني أبا الخير معنا يدفع الصفر في الميدان طوال الرقاب ووسرها فد بشتاني ومعي محزمي في الضيق لدارة الأزمان سراحب ومحسن محزمي صلب جداني يسوق البكار الشعل في نبت صيف نزان ويرفع لها المقهور بنات كرعاني وهذه طرت العمر ممشى مع البدوان نسجد يا رب وشنا والعمر فاني سلامتكم. السلام عليكم. فيها مساجلة شعرية بيني وبين أبوي. أبوي حمود العريدي يقول: كل ما دقني هجوسي وازعلني رحت فوق الجيب قطاع رمالي كنت صوته بالثلاثة يوم حني صوت ذي باللعوة في راس عالي الفجوجة الخاليات ونفسني والمساري غايتي مع كيف بالي ديرة فيها الجوازي يرتعني عندي أحسن من قعادي بالظلال ونومتي طل نجوم يبللني ولا سرير فوق زينات الزواني لو فراشي بالخلا من فوق جني ولا هوا جيس على قلبي يجزاني وسلامتكم. هذه قصيدة أبوي وبعلمكم مرت وعليك زود الدمون يسمع. أقول ليلي البارح هجوسه يرهقني والله إن النوم عيه مطرالي قمت أذاود عبرة عيه تكني والمثايل وسط جوفي مكتوالي ساع فكيت المثايل يوم جني
مثل ذود وردن المبع تجال يا وردن عدهن عقبر توني قمت اوسم زينهن ملكي الحال يا يبا ضيقات صدرك يوجعني يكتمن انفاس صدري في حبال اعمستك هجوس قلبك واعمسني من زعلك ازعل على حد احتمال من زعلك ازعل على حد احتمال ليت والله لو همومك يمتلني وانت تبقى من هموما وقت خالي لضحكن حجان عينك نوم سني لضحكن حجان عينك نوم سني ولا يطرب ما اسمعي صوت المغني صوتك اللي لا سمعته زاد فالي وهني نجوم كل يطلعني نور وجهك زادهن النور عالي والفيافي يوم جيتي ربعني فوق اثر رجلك يزينن المفالي دام في جسمي عروق ينبض لي حاله من الكبل وفيع صغاني بسلامتكم الله يرزقنا وياكم في الوالدين الربع الرجال هذا طلع علي قصايد بيني وبين ابوي وحنا يوم يرد الموتر والله ما ادري وش عامه المهم ان الموتر اللي حنا علىه مديله 82 سفاري نيسان سفاري يسمونه هاك الحين بترول وحنا رايحين انا وابوي ومعنا رجال يسروه من عندي الجده ولاني بكبير هاك الحين كل شوي وانا مطلع راسي من المراتب على ما اقول بعلمكم قصيده ويقول لي وخر لا تدوخني يا ولع هاك الحين ماني بكبير و يوم الهراد وتعدينا السيل ووقفنا عند هاك المحطه قال الموتر السفاري طبعا مغرب ابي قال رفيتنا هذا قال اركب يا فيصل قدام وزان ابوك انا عم سانا بنسدح شوي جاز لي الوضع شوي لا ظاهر لهم اغني ما يدرون انا اخذهم في خاطري يوم يقولون ارجع يا ورع لا تزعجنا ما دروا اني شاعر وانا معهم واقول روح البترول مع خط الحجازي والمعاون تراها هجيني تراني مغنيها هجيني وزارة الشاير روح البترول مع خط الحجازي والمعاون يبدع الحون نسلي راكبين اللي غمراته قزازي ابيض الكبوت شكله جاي زلي يوم اني سكت قال ابوي زين عجه مع قهامي زن وازي عادته ذب الطريق وعاد تلي جامد القيرات ما فيها اهتزازي والله مدري وين يروح في القصيده ولكن يقول رح تعلم يا الورع لان تعرف المغازي لا تطب المعركه ولا تذلني قلت مشى مشى عدالا بامتيازي سايق حريف سوقه جايز لي وكان ابويا قام يطري لي مغازي مستعد اقوم عندي عم محلي يا سلام اما عام 2007 رحت اعتمر ولا الشيباني في نجد قلت بمر الشاي بسلم عليه وعقبها واصل للشرقية الشايب جهة الدوازني مريته يوم اني جيت له ما هو موجود في البيت وين ابوي قال راح للبا التفت له والله من الفكسار واسمه في البايك قلت والله ما راح على الجيب ولا بالفيروبوت قال هو راح على ديدسن معه ديدسن ما يفكها قلت له قول لي زين العشر وانا بروح اجيبه رحت وجبته رحت يوم اني جيت البن والله انا وزانا البن مغرس قلت يا ولد ايش حديك على الديدسون وولد الفيروفود قال يا رجال الفكسار صندوق ما يصرح لي اذا صرت عند البن لا اقدر اشيل معي ذبيحه ولا اقدر اشيل معي حطب ولا اقدر وهذه جاي لي صندوق انطل فيك كل شيء قلت ها خلها محلها وترى عشان مزينها فلان في البيت رتبنا ورحنا للبيت يوم رحت عندهم يوم اصبحنا قلت انا اسلم عليكم راح الى الشرقيه مريت معارض النسيم في الرياض وعين هاك البريمي توه مجيوب من وكالته اشتريته وارسلته في ظهر السطحه وقلت الراعي السطحه تنزله في المعرض الفلاني في المحل الفلاني في الجاديه كلمته وقلت عام فيه موتر صندوق اوسع من صندوق الموتر اللي عندك لا تخلي من الحطب شيء ولا باع شيء وقال جعلك على القوة وأقول القلم هاتوه لي بات سلابة
أبكتب بيوت من الشعر مطلوبة من فضل ربي ترى الجيب جنابها المديل 2007 قرع دوبه والبليت سجلت من ورا بابه طمغة اليابان والصنع مكتوبة ما حسبت حساب شيء دفعنا بشريتي للجيب لأبوي ما جوبه يوم خط ولاش لأبوه ما جابه قصر شبحة على الطيب ودروبه يوم خط ولاش لأبوه ما جابه قصر شبحة على الطيب ودروبه يحسب ان المرجلة كية ثيابه مرجلتها بتالي العمر منكوبة الله اللي يرزق العبد ودرابه عالم النيات عدله ومقلوبه كم صبي قدم الخير لقرابه وكم صبي ربعه اليوم بلشوبه الولد لصار مسكين وزلابه عزتي للي يبرعز من صوبه الردي ما ينفع اللي تعزوابه ما يشب النار ولا يقضي النوبه ما انا بسب العرب ما ضريناه ما انا صحي مثل كل من خش غيبوبه ما انا بسب العرب ما ضريناه ما انا صحي كل من خش غيبوبه من يبر بوالده يكسب الثابه يا شباب الابو بالله روفوبه قبل يمضى العمر للعمر حسابه تجري الايام والروح مقلوبه والفخر لله والخير يجزابه من مشى برضاه يعطيه مطلوبه وسلامتكم. في شعار ابي جهل؟ نختم بالوطنية. نختم بالوطنية، أنت بتختم عشان تبي تفرق، ما بعد فرق يعني. والله آخر معزوم هذا فيصل الشيباني ونمون عليه حنا ترونه. جعلك جعلك تسلم. والله في روحه لين يمشي آخر معزوم. كل طيب شروه من عندي يمون علي. يا حنا نمون عليك. أقول هذه وطنية ونزلت في قناة الصحراء. فالأحداث اللي صارت أقول قايد المملكة حنا علشانه نكسر المعتدي ونذل المندوبه علم الحوثي اللي طاع شيطانه خطته فوق راسه جات مقلوبه طاوع الفرس في ربعه وجيرانه واصبح بضاعة في السوق مجلوبه غرها الحلم والأحلام خوانه يحسب ان البلد بيديه مقلوبه ما درى ان نطيع الله سبحانه دولة في طريق الحق مهوبة صفنا ما يجيب غدر وخيانة العدو نكشفه من صيغة اسلوبه من نوانا بشر وفك بيبانه ندحره بالفشق والنار مشبوبة ومن طمع في بلدنا نقطع لسانه يقدم القوة تعطيه ماجوبة نضربه بالمشوك بين حجانه والمدافع تدكه من ورا الخوبة وطائرات تنزل فوق ذرعانه القنابل على علباه وجنوبه لين يذكر جبل دخان لعوانه وش واللي حصل له يوم مروبة لين يذكر جبل دخان لعوانه وش واللي حصل له يوم مروبة قوة الحزم في الميدان دجرانه يوم قواتهم بذل المرعوبة يا قرود الجبل معادلة خانه بين كل العرب منتين محسوبة وقايد المملكة حنا علشانه نكسر المعدي ونذل المندوبة وسلامتكم. السلام عليكم. بنختم في نصيحة. أقول شفت الغزال اللي على السيف سباح والهرج واطي وزبدة الهرج شاطي والقلب كله يطعن بسبعة رماح واصبحت كني زاد بالبلاطي واقبلت له مكفي وجيته بالروح ومن عقبه بصاير اجمع قواطي العشق بلوى بداخلي ينبح انباح وما عاد افرق كف يدي وباطي يا ويل عيني ادبر الوقت ما لاح ومن عقبه حالي التواء من عفاطي وتيبس عروق القلب حزات الاصباح وجنزير ضغطي صار فيه انفراطي كني طوير مو ميله من الواح وصار السعد مكفي وراح انبساطي وعيني قزت عن لذة النوم يا صاح وعيني قزت عن لذة النوم يا صاح كني مقيد في شديد رباطي هذا الغزل في تالي الوقت لا باح واوقات ما بهشك هرج بتعاطي ما ابغى الغزل لو كنت صاطي وسباح ما ابغى الغزل لو كنت صاطي وسباح خوف من الموقف وما مشى صراطي ومخوفة من نار تشتك بمفواح يفوح منها الراس وهيب المواطي ومن حفرة توحش إلى ذكرها لاح ومن نشتة ما
ما فرطت بالنقاطي وعذاب هون وزمهرير بهنياح وسلاسل حلت محل السياطي عسل ولي يلطف الى صاح صياح وجمل فلا يدخل تسمى المخاطي وراعدت قياما ويفرح ويرتاح كنا على صدره معلق نواطي ويمد في قبره على الشوف مبراح ويفرش من الفردوس خير البساطي وصلاة ربي عد ليلة والاصباح وإعداد موج يلتطم بالشواطي صح يا سلامتكم يا رب السلام عليكم نبي نكسر الجمود بقى كله شعر شعر فيه قصة طبعا فيها عبرة وقصة واقعية وحصلت العام تقريبا هذا في واحد شمري من ربعنا في بقعة من القراية اللي بجنب بقعة اعتقد على ما اعتقد ان اسمه حامد او ابو حامد هذا صار عنده فشل كلوي وكان يغسل فراح وجد متبرع طبعا في الاردن ودبروا مبلغ يوم جاب الليلة اللي طبعا مو بكرة راح يسوون العملية فكان اللي راح يشال منها الكلية كانت بنت وطبعا هناك السماسرة متوفرين يعني وحتى المتبرع بالكلية ما يجيه الا يمكن 20 أو 25% من قيمة الكلية المهم اسمع البنت وش فيه وش ما فيه قالت البنت انا بالحقيقة يعني علشان ابوي وعلشان اهلي وحنا فقراء وهذا انا رضيت انشال كليتي وانا شبه اني مغصوب وهذا ايه وعلى طول يدق على عياله بالفندق قال فلان قال تعالوا جيبوا الفلوس كامله طبعا اتفاقيتهم بعد العمليه يدفعونها قال تعالوا جيبوا وش فيه قال علمتكم جيبوا الفلوس اللي عندكم وتعالوا جو قالوا الفلوس عطوها البنت هذه خلها تروح لها لا ولا حد يسرقها انتبهوا شوفوا لكم تاكسي ولا شيء لا حد يدري معاشي روحي يا بنتي خذي الفلوس الله يستر عليك واتكلي على الله مع السلامة. ما صار يا عمي كلهم قال كلهم عياله يبا حطها بعض الشحطة وش عندك قال ما لكم شغل مشينا حاسبوا المستشفى على اللي هم سووا الفحوصات وهذه ومع السلامة. فعلا اطاعوا ابوهم حاسبوا المستشفى على اللي وصلوا للمرحلة اللي قطعوهم من الخدمة الطبية وراحوا كملوا ليلتهم بالفندق ومباسل مشوا. يوم جو عند اول ما دخلوا السعودية تكرمون راح دورة المياه ورجع قال طاح مني حصى واجد يا عيال ادري كم عدد الحصوات معقوله قال نعم ومشوا طبعا كان يغسل اول وقعد هناك حول اسبوع امش غسل قال ابد ما انا حاسس اني اغسل ولا في انتفاخات برجلي ولا في شيء وسبحان الله الرجال يطيب منا شهر ما راح يغسل قالوا نبي نفحص ودوه الفحص قالوا سليم كلاك تشتغل كلا الكلى يشتغل من الدم يكون وهذا دليل على ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم تداووا بالصدقه فالصدقه سبحان الله يعني لها مفعول مهم بسيط خاصه عندما تكون من نيه صادقه ومن قوه ايمان فهذه طبعا قصه ونكون كسرنا فيها رتابه الحفل من ناحيه كله الحفل المنبري كله قصائد شعريه السلام عليكم أبشركم حصلنا لنا شاعر نايف الدريدي نايف الدريدي السلام عليكم ما عليكم زود مساكم الله بالخير حقيقة أن أنا جتني عزيمة عن دعوة ومستعجلة ومش كنت مستعجلة ولا حقيقة صراحة ما لهم فيكم لو نقول من القصيد وعسى الله يوفقنا وياكم ويجمعكم إن شاء الله على العز والمعزة قصيدة هذه مسويها بها العقيد سلمان ابن غازي العضياني ويستاهل. ونعم يستاهل ابو عبد العزيز ونعم. وكلكم صراحة تستاهلون. يقول ليلي مع ليلة القصيد وطواريه ما نفترق لو حقنا الوقت لله أضرب معه ويشدني في معانيه على أضرب معه ويشدني في معانيه. على مدار الوقت ماني بمله على مدار الوقت ماني بمله ابوح له مكان في الصدر واخفيه حتى لو انا ماني شاكين عله
بيني وبينه شيء ماني بناسيه، ما حد مداري ويش كثره وقله. الله يبارك فيه والله يخليه، والله يخليني له العمر كله. والشعر ذكر معرب الجد يحييه، يا بعد اقواته ويطيب دله. سلمان بن غازي وفعله يكفيه، فعل المراجل والوفعات تله. يستاهل سلمان بن غازي وفعله يكفيه، فعل المراجل والوفعات تله. سلمان بن غازي نحبه ونغنيه، نعرف محله والغلا في محله. يزهاه طواريق القصيد ومعانيه، ولا نجوم يشيلها ما تشله. ما فيك خصلة طيب ما تنوجد فيه، سيف يسل ويعجب اللي يسله. شيخ انت طابخ راسه وتفعل يديه، ينعم على شاربه في كل حلة. جل المدايح كل ما حل قاريه، تنساق له وتحب خشمه رضله. تزيد غله على ما كل على ما زاد، تزيد غله على ما زاد غله. يوم كل يفتخر في عزاويه، انا اشهد انهم عزوه مستقله. من جبينهم لا تغره اقاويه، من يقدر يهوز الجبال مطله. قوم سلام المجد بالموت تشريع، خل الردي واللاش لا رحم خله. رجالهم دايم بعيد حراويه، ويظل الضعوف الرياجيل ظله. وصبيهم وقت اللقى لا تحاتيه، يموت ما يدخله في القلب ذله. مداتهم بقيل الحر الاحوال تغنيه، وحشمه قصير الدار فيهم تبله. على اتعاضي والظفر ما تخليه، لو بان في بعض الرياجيل خله. في حاضر الوقت وجديده وماضيه، حنا وهم محزم وسيل حنا حنا. في حاضر الوقت وجديده وماضيه، حنا وهم محزم وسله ودل. سلامتكم. يا هلا ومرحبا ومسهلا بالبعيد والقريب، وعلى ابو عساف وابو عبد العزيز وابو ثامر. يا هلا يا هلا، وله قصور بالباقين كلكم لكم قدر عندنا. قوموا على عشاكم. الرجال حلق. الهمة يا شباب، يا قهر تمشي هذول تمشي شاف تمشي